جائزة مهرجان المهرجان العربي للمسرح في الأردن، هذا التتويج الذي سيتبع يوم غد بتكريم من طرف وزارة الثقافة، هذا التكريم أيضا هو محل جدل بين المسرحيين، لماذا تكرم وزارة الثقافة فرقا مسرحية أو مسارح جهوية بعد التتويج ولا تشجع قبل ذلك؟ وللنقاش في هذا الموضوع أسعد باستضافة مخرج العمل المسرحي جي بي اس محمد شرشان، مرحبا. أهلا آسيا. وأيضا ممثلة في العمل المسرحي، واحدة من الممثلات المميزات جدا، عديلة سوالم، مرحبا عديلة. مرحبا. ويلتحق بنا بعد قليل مخرج مسرحية رهين شوقي بوزيد من باتنا، وذلك لمشاركة هذه المسرحية أيضا في منافسة المهرجان العربي للمسرح. بداية محمد شرشان، نبدأ من التتويج. المسرح الجزائري يعود من بعيد، يعني سنوات لم يتوج أو خلينا نقول لم ينافس أصلا ربما في أهم المهرجانات عكس السنوات الماضية، الفترة الذهبية للفن الرابع في الجزائر. أولا السبب. والله يعني صعيب في ظل ما يعيشه المسرح من سوء حالة، يعني صعيب أن أجيب على مثل هذا السؤال، لكن أقول هذا راجع لاجتهاد فريق كامل تحت رعاية المسرح الوطني الجزائري الذي منح هذا الفريق من المحترفين لأن يجرب ويقترح للمسرح العربي عملا جديدا. يجب أن نقول شيء مهم جدا، أنه في سنة 2017 شاركت مسرحية ما بقت هدرة في ذات المهرجان، مهرجان المسرح العربي، ولأول مرة في تاريخ مشاركة المسرح العربي في هذا المهرجان رشح العمل إلى الجائزة الكبرى في تونس. في تونس فعلا. 2017. 2018 غابت الجزائر عن هذا المحفل. غابت غياب كلي عن هذا المحفل، وهذا أترك المسرحيين الذين يثيرون الجدل الآن إجابة على هذا الغياب، يعني يجاوبوا عليه. الآن في سنة 2019 عادت الجزائر إلى هذا المحفل بمسرحية جي بي اس، وانتزعت بجدارة هذه الجائزة وبشهادة كل المشاركين والمهتمين بالشأن المسرح العربي. طيب عديلة، كنت في المنافسة باعتبارك مشاركة في العمل المسرحي، ربما شاهدت أكيد الكثير من العروض العربية بصراحة وبموضوعية، كيف تقيمين مستوى المسرح في الجزائر مقارنة بالمسرح في دول عربية أخرى؟ نسمع الكثير عن تتويجاتها وعن مشاركتها خارج دولها. أنا الحمد لله كانت عندي فرصة المرة الأولى منذ بدايتي، يعني البداية المتواضعة في المسرح الجزائري، المرة الأولى لأن نقوم بعرض مسرحية أمام جمهور مغاير تماما، جمهور عربي عريض من مختلف الجنسيات العربية، وشفت يعني باللي كان مستوى عربي رائع جدا في المسرح، يعني ما كنتش نتسنى يعني صراحة. يعني لم يكن متوقع التتويج. لا أبدا. نعم. يعني لا ماشي على التتويج، مستوى العروض المسرحية. نعم. العربية. نعم. أما التتويج فلقد توجنا قبل التتويج الفعلي، يعني توجنا من خلال عروض اللي قمنا بها هنا في الجزائر في الشرق وفي الغرب، يعني لقينا استحسان واسع وانتقادات أخرى، يعني خدمها استغلها المخرج باش يزيد يحسن من العروض اللي رحنا وحنا على ثقة أننا نقوم بعرض جيد، يعني والحمد لله الجزائر قامت بعرض وهذا فخر لينا احنا كجزائريين قبل ما نكونوا مسرحيين، لأنه باعتبار أننا شاركنا والجزائر تتحصل المرة الأولى على الجائزة العربية في مهرجان في الدورة الثانية عشر. نعم. هذا فخر أكيد طبعا ذاتي. هو التتويج الأول. أعود إلى مخرج العمل محمد شرشال، ربما ما بين خليني أقول النضال أو ما بين المواقف الشخصية وما بين العمل المسرحي، في رأيك كمخرج سر النجاح هو التوفيق بين الجمالية وبين القضية، يعني إذا كان مثلا مسرح سياسي أو أن المسرح يعني الرجوع إلى أصله هو الفرجة بعيدا عن تحميله أي قضايا سواء سياسية أو غيرها.
هي المسرح يجب ان 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 يحمل ان يحمل يجب ان يحمل فكرا. نعم اكيد طبعا. مسرح حامل لفكر، حامل لرساله، هذا مؤكد. لكن بصوره اخرى ايضا يجب للمسرح ايضا ان يحمل جماليه، ان يحمل متعه، لانه فن، لانه تحفه فنيه. اذا اهتمينا مثلا بالرساله السياسيه وفقط يصبح المسرح منبر سياسي يشبه الاحزاب السياسيه. واذا كان المسرح فقط جماليه وفقط يصبح نوع من الشو والبهرجه. المسرح يجمع ما بين الموقف المتعة نعم وما بين الفكر القضية. والحمد لله مسرحيتنا جي بي اس بما أنها اعتمدت على شكل عالمي في الاتصال، يعني حذفنا الفعل اللفظي باش صوتنا يكون مسموع. وأقول صوتنا لأنه الكثير يغلطوا ويقول لك ما كاش نص، دونك هذا العمل ناقص. لا كاين نص طبعا. وهو نص داخلي طبعا. نص من خلال القصة التي نرويها بخطابات أخرى. إذا النص موجود، القصة موجودة، الحبكة موجودة، الصراع موجود. استغنينا فقط عن الفعل اللفظي والذي هو في الخطاب المسرحي عنصر بسيط جدا من عناصر الخطاب المسرحي. هذا الشيء خلى أباك الأخت آسيا، احنا في المشرق وهذه معروفة، يقولون أنتم ما نفهموش لغتكم اللهجة. نعم ما يفهموش، يقول أنتم ما نفهموش لهجتكم، لأن يقولوا لهجتكم هي خريط. الآن رحنا للمهرجان بدون لهجة، يعني استعملنا خطاب المسرح والحمد لله كان الوقع جميل جدا وكل الناس فهمونا. وهذا هو مرادنا، أنه أينما حل عرض جي بي اس يفهم، يتلعب في الصين يفهم، يتلعب في إيطاليا يفهم، يتلعب في كذا. وهذه هي اللي نافذة إن شاء الله اللي حابين من خلالها نوصلوا المسرح الجزائري إلى الخارج إلى العالم. طيب محمد شرشال، أكيد أنت ملم بما يعني بما يجري منذ أيام مباشرة بعد إعلان وزارة الثقافة عن تكريم فريق العرض المسرحي جي بي اس ومن خلاله المسرح الوطني. هناك مسرحيين يعني اعتبروا يعني طلبوا منكم رفض هذا التكريم في سياق أن الوزارة لم تساعد في هذا الموضوع قبل السفر إلى الأردن. قبل ما نرجع لك محمد شرشال، معي على الخط المخرج شوقي بوزيد. صباح الخير. في انتظار أن يكون معي المخرج شوقي بوزيد من باتنا. صباح الخير شوقي بوزيد. صباح الخير، كيفكم؟ اهلا مرحبا شوقي بوزيد. شاركت في الاردن، شارك مسرح باتنا بمسرحيه رهين، هي ايضا كانت من الاعمال المرشحه للتتويج في مسرح الاردن في مهرجان الاردن. ربما احيل اليك السؤال مباشره، وزاره الثقافه هل هي مجبره على دعم المسارح الجهويه عندما تتنقل الى الخارج، علما ان هذه المسارح تملك ميزانيه؟ وعندما تكرم الوزاره هذه المسارح او يعني من خلالكم انتم كمخرجين، يعني هل يحق لكم رفض هذا التكريم؟ تفضل. لا، هي في الحقيقة وجهات نظر، هناك من هم معه، هناك من هم ضد. فقط أريد أن أولا صباح الخير لمحمد، زميلي محمد اللي راه معك البلاطو. نعم. نبارك له مرة أخرى هذه الجائزة اللي هي تعود على يعني لكل تياترالي جزائري. نعم. أنا في رأيي أن وزارة الثقافة ملزمة. لما؟ لأن أصلا مؤسسات الدولة التياترالية راهي تعيش تقشف، والوزارة تعي جيدا أن الدعم الممنوح للمؤسسات غير كافي بين ما هو إنتاج و يعني لصالير نتاع العمال. هم يعلمون هذا جيدا.
في هذه الحالة يعني في الوقت الراهن بعد عودة فريق جي بي اس بالجائزة ودعوة السيدة الوزيرة لتكريم الفرقة على رأسها السيد محمد شرشال، نظن أن هذه الحادثة حدثت قبل أن تكون هذه السيدة وزيرة على الثقافة. نعم. هذا أول هام. احنا عندما تكلمنا عن الوزارة، يعني كل وزير يأتي سيرث ما فعل من قبله، من كان قبله. أن يكرم محمد شرشال هذا شيء جميل، لكن يجب أن تعلم السيدة الوزيرة أن المشكل لا يكون في تكريم أو عدم تكريم، المشكل يكمن في احترام المبدع الجزائري، المشكل يكمن في قانون يحمي الفنان. كل هذه المشاكل يجب أن تعيها السيدة الوزيرة، لأننا حتى زميلي محمد كان اتصل مع المديرة المركزية لفهم ماذا حدث، لأن في المرات السابقة عندما كان يخرج الفنانين خارج الوطن كان هناك دعم من الدولة. هذه المرة لم نفهم ماذا حدث، يعني كان شيء غريب جدا جدا. نعم. أما أن يكرم محمد شرشال أن يقبل أو يرفض، أولا هذا يرجع له، ثانيا أنا في رأيي مثل ما كتب زميلي محمد أننا يجب أن نجد طريق للتواصل بين الفنانين والوزارة. نعم، شكرا المخرج مخرج مسرحية رهين لمسرح الجهوي لباتنا شوقي بوزيد، شكرا على المشاركة في هذا النقاش. أعود إليك محمد شرشال. يقول شوقي بوزيد أنه على الوزارة ذلك، وأن الميزانيات الخاصة بالمسارح الجهوية أصلا لا تكفي يعني لتغطية تكاليف السفر خارج الجزائر. لقد نددنا في حينها هذا التصرف واستقالة وزارة الثقافة حين طلب منها أن تمنحنا مصارف مهمة، وأنا يعني أتكلم على هذا الموضوع يعني والله العظيم شيء مؤسف جدا، هو موضوع هامشي. على فكرة ليس فقط المسرح، يعني احنا يعني يجونا شكاوي من كذا مجال، يعني انه خارج الجزائر لا يتم التكفل عندما تحصل على دعوة من الصحب جدا، يعني هما المدراء الفرعيين لا اعرف المسؤولية تعود لمن، في حينها المبرر الذي قدم لنا ان الدعوة قدمت للمسرح الوطني الجزائري ولم تقدم لوزارة الثقافة، وكأن المسرح الوطني الجزائري ينتمي إلى وزارة الصيد البحري وليس تحت وزارة الثقافة. احنا نددنا بالمشكل في أوانه وفي وقته، كما نددنا أيضا بغياب السفير الجزائري بالأردن، والجزائر ممثلة من أكثر من 40 عضو، منها فريق جي بي اس للمسرح الوطني، منها راهين، فريق راهين لمسرح باتنا، دكاترة. نعم. مسرحيين، لكن لاحظنا أيضا هذا الغياب ونددنا به في أوانه. نحن نقول نسمي الأشياء بمسمياتها، لكن أن ندعى أو يطلب منا أن ننتحر أو نتجه إلى التطرف، لا، أنا من الذين لا يقبلون هذا. يجب أن تكون، لأن هذه وزارة الثقافة هي وزارتنا نحن الممثلين، يذهب الوزير يبقى الوزير، الوزارة تبقى، هذه المؤسسة مؤسستنا، وفتح مجال الآن سوف تكرمنا الوزيرة غدا إن شاء الله، وهي فرصة للقاء، وهي فرصة للقاء. نعم. وطرح المشاكل وطرح انشغالاتنا. نعم. وتبليغها، وأظن أن التغيير يأتي من هنا لا يأتي بالتطرف. طيب عادلة سوالم، أنت ممثلة جزائرية يعني معروفة في التلفزيون أو في المسرح،
ما فيش قانون أساسي، هذا أمر معروف. كما قال شوشة الآن اللقاء بالوزيرة سيكون فرصة، ولكن برأيك يعني أنت من جيل جديد، هل ننتظر أن تمنح لنا هذه الحقوق أم نطالب بها؟ يعني أنتم كفنانين شباب لماذا لا تبادرون بتأسيس هيئة معينة تكون وسيط بينكم كأسرة فنية وبين السلطات أو بين الوزارة الوصية؟ يعني ما تكرروش الغلط. صالحك ليس ضمن اهتماماتي الان، ليست ضمن اهتماماتي، ربما هو تقصير، لكن انا لوبجيكتيف تاعي دركا سي العمل على الخشبه، لاني كنت انخرطت سابقا في محاولات يعني باش يديروا هيئات وتتكلم باسم الفنانين، ومن بعد نشوف بلي ما كان والو، مضيعه وقت. ما لا بذا بيا، كيما باغ اكزومبل كيما دركا عندنا عرض اللي خلاني هو اللي جاب لي الوزيره لعندي من هذا الباب بالاسلوب الفني، نقدر تماك نقوم بطلباتي ونتحاور معها على المطالب تاعنا كفنانين. طيب عادله، ايضا انت من الممثلين عفوا اللي يشاركوا في السينما، في التلفزيون، في المسرح، يعني لو يعرض عليك في السينما مش راح ترفضي اظن. فقط اردت ان اسالك يعني عن استحداث استحداث هيئه للانتاج السينمائي، ومفيش مثلا هيئه للانتاج المسرحي. السؤال لك ولي محمد شرشال، وانتم حران في من يجيب، هل يمكن ان نقول ان المسرح ظلم بين قوسين مقارنة بالسينما في السنوات الأخيرة؟ يعني بعد مجيء مهوبي إلى الوزارة كان في اهتمام بالفن السابع أكثر منه اهتمام بالمسرح. برك تصحيح وبعد يجاوبك على السؤال المخرج. أنا ممثلة مسرحية، لست سينمائية ولا تلفزيونية. كانت عندي تجارب في التلفزيون. أعرف طبعا عندك تجارب في التلفزيون. وفي السينما لم تكن عندي، ولا لكن لو تأتي أكيد يعني كانت أكيد. عرضت علي قدموا لي في عروض في السينما لكن رفضت لأسباب. نعم، هو أي ممثل أكيد لا يرفض السينما، يعني تبقى دائما حلم كل ممثل. أكيد. طيب محمد شرشال. والله أنا أولا لست مخول لأن أتكلم عن السينما، السينما أهلها نتحدث عن هيئة، استحداث هيئة أيضا للاهتمام بالإنتاج المسرحي. مشكلتنا في الثقافة، وأظن أن السيدة الوزيرة والمعنيين يسمعون الآن، مشكلتنا إلى حد الآن هو في غياب سياسة ثقافية واضحة المعالم. لحد الآن لازلنا دون لامبروفيزاسيون، الارتجال، وما زلنا في التنشيط، لم ننتقل إلى الفعل الثقافي، نحن في التنشيط الثقافي، مسرح دير مسرح، سينما دير سينما، لكن ما فيش سياسة ثقافية يعني عميقة. أتذكر أنه مع الوزير السابق السيد عز الدين مهوبي قمنا بلقاء جمع المسرحيين وجمع الفنان السينمائيين والفنانين، ودرنا نقاش كبير في قصر الثقافة، وتكلمنا عن مشاكل القطاع وعن الحلول المقترحة، ولكن بعد هذا اللقاء ذهب كل شيء أدراج الرياح. الآن فيه وزيرة جديدة، هل ستعتمد نفس أنها تتحاور مع الفنانين وتتحاور مع، لأنه نتحدث عن المسرح، المسرح ما زال ما زال ما زال ما زال ما زال مريض يعني الحقيقة، يعني ميزانيات ضعيفة، مسارح فقيرة بدون وسائل تقنية اللي تساعد على أعمال، لكن فقط أستاذ شرشال، أنت ربما ممن عاصر وعايش مجوبي وعلولة، يعني جيل كامل، هذا الجيل لم يكن يتمتع بما تمتعتم به على الأقل أنتم في مرحلة معينة، مرحلة مثلا خليدة تومي، أنه فيه دعم أكثر من سنوات سابقة، ولكن لم يواكب الإنتاج المسرحي من حيث المستوى ربما هذا الدعم المالي الذي كان في مرحلة ما قبل الدخول في مرحلة جديدة هي مرحلة التقشف في السنوات الأخيرة الماضية. في مرحلة عز الدين مجوبي وعلولة وكذا، هذيك المرحلة عاينتها كمتفرج، وكنت ما كنتش مش فاعل يعني، لكن الحساب الحركة اللي كانت قائمة انه كان فيه دعم، اكيد كان فيه دعم للدولة للمسرح.
في مرحلة خليدة تومي كان فيه أموال، كان فيه بذخ، كان فيه يعني المرحلة نقدر نسموها بين قوسين مرحلة ذهبية من حيث الأموال، لكن هذه الأموال استعملت لغير صالح المسرح. كنت قلتها مثلا أنها السياسة التي كانت تتميز بالشعبوية، أنك مسرح بلدي يتسع ل 150 متفرج تعطيه الاستاتي وترده مسرح جهوي وتجيب فرق هاوية وتدخلهم وتقول لهم راكم محترفين، هذا مش حل. هذا سيدي كلمة، هذا تطبيب هديئات أو تأخير. نقولوا باللي الوزيرة السابقة فتحت مسارح جهوية، ونظن هذه المسارح الجهوية هي الآن تعاني من مشاكل مادية ومشاكل بشرية أيضا، يعني حتى التركيبة البشرية يقال أكيد طبعا. نلاحظ استعانة بعض المسارح الجهوية الجديدة بممثلين وحتى بمخرجين من خارج يعني تلك المسارح، نلاحظ انتقال ميركاتو يعني فني سنويا. هذه ممارسات مسرح عادي. أنا مثلا مخرج يعني الحمد لله ما أي مسرح ما فرض عليا الممثلين اللي نجيبهم، نختار الممثلين اللي حبيت ومن أي مسرح جيت. الدليل جي بي اس فيها من كل القطر الجزائري، فيها من ميلا، من قسنطينة، من تيزي وزو، من البليدة، من تيبازا، من سعيدة، من سيدي بلعباس، يعني كانت عندي حرية مطلقة لاختيار فريقي. طيب أرجع إلى عديلة. عديلة عندما نتحدث عن المهرجان الوطني للمسرح المحترف أو عندما نتحدث عن المهرجان الدولي للمسرح المحترف بجاية، على الأقل بالنسبة للثاني يعني المهرجان الدولي، هل يعقل أن لا نسمع عن مشاركات جزائرية قوية أو عربية أيضا قوية في هذا المهرجان ويمر مرور الكرام سنويا فيما نسمع عن أعمال جزائرية تتوج خارج الجزائر؟ هل هذا منطقي يعني؟ طبعا لا، انا اصلا انا كي كان في وقت ما كان في العاصمه مسرح الدولي طبعته الاولى نعم. ومن بعد اصبح في بجاية. نعم. انا لم احضره من تلك الفتره، يعني حضرته خطره برك، يعني شيء كارثي اننا كنا نقوم بعروض وما تشاركش في المسرح الدولي في وقت انه يستخدم عروض اجنبيه دي كوبيراتيف هكا باسم مسارح دوليه. ويقوموا بعروضها يعني والمستوى متدني وعلى بنقاء به. ولحد الان يعني للاسف ربما شرشلت وربما تؤيدني او لا، انه هذا المهرجان عندما تحدث عن خارطه المهرجانات الدوليه المهرجانات المسرحيه غير موجود، يعني لا اثر ولا صدى له. هذا المهرجان انشئ بقصد شعبوية مقصودة. هذا المهرجان ليس له أي مصداقية أولا، في إلا الاسم دولي في الاسم يعتمد أولا. باش ندير مهرجان دولي لازم تكون فيه ميكانيزمات لاستقدام العروض الدولية الراقية، لاستقدام العروض القوية، لا استقدام التعاونيات والجمعيات الهاوية. لازم شروط مشاركة، نجيب ثنائي من فرنسا. نعم. ونجيب مونولوج من بلجيكا، ونجيب تريو من أوغندا، ونقول أني داير مهرجان دولي. نظن أن يجب إعادة النظر في هذا المهرجان بالذات، لأنه أولا لا يقدم شيء، لا يقدم، هو مناسبة تمر كل سنة يستقدمون. طيب نرجع أيضا في نفس السياق إلى المهرجان الوطني المسرح المحترف. هذا المهرجان بدوره كما قلت سي شرشال أنه بعد فتح مسارح جهوية أصبح يعني عدد الأعمال المسرحية المنتجة كثير، لكن نلاحظ مشاركة الكم وليس مشاركة النوعية، يعني ما فيش كيفاش نقولوا غربلة. ما فيش غربلة وما فيش ربما لجنة مشاهدة تختار الأعمال التي تدخل في المنافسة وأخرى تعرض خارج المنافسة. هل المهرجان الوطني يعني بالضرورة مشاركة كل المسارح الجهوية حتى لو كانت الأعمال المنتجة ضعيفة؟ يا هو يسموه المهرجان الوطني للمسرح المحترف، اللي يحب يشوف المستوى الحقيقي للمسرح المحترف في الجزائر يحضر المهرجان. يعني أنت مع أن يشارك الجميع دون إقصاء؟ لا مش مع أن يشارك الجميع،
ليكتشف الجميع المستوى الحقيقي للمسرح الجزائري من خلال هذا المهرجان، لأن الكل يشارك. يعني هو أيضا مهرجان فيه كثير من المشاكل، كثير. هو مهرجان عذوريني، هو مهرجان أيضا يخلق الفرقة ما بين المحترفين. هذه من زمان، من زمان. لماذا؟ من أجل الجائزة الكبرى. لماذا؟ هل نمارس المسرح من أجل جائزة كبرى؟ وما قيمة الجائزة الكبرى في مهرجان المسرح المحترف؟ 300,000 دينار. لا يا أخوي، نجتمع إحنا الفنانين نطلكم هذا 300,000 دينار ونحن الجوائز. خلونا نديروا عرس، خلونا نحتفيوا بعضنا، خلونا يعني برمزيه نصفقوا على بعضنا، خلونا نشجعوا بعضنا، ديروا ورشات، نفتحوا، خلونا من الجوائز. الناس راهي تجي مهرجان المسرح المحترف تتقاتل، مخرجين يتقاتلوا من اجل جائزه، من اجل لا هذا بحقنا. هذا المهرجان حقيقه الوزارة السابقة فقراته، هبطت الميزانية إلى أبعد الحدود، ولاو يجوا ناس يلعبوا يقدموا عروضهم يقعدوا يومين وينصرفوا. المفروض أنه كل لقاء، يعني مثل ما كان المسارح تلتقي. نعم. للاحتكاك، لتبادل التجارب. الوضع المالي الاقتصادي يفرض باللي تجي الفرقات تقدم العرض ثم تغادر. نعم. يعني فلا تشاهد أصلا العروض المبرمجة داخل يعني في المهرجان، يحرم الممثل من مشاهدة عروض زملائه. ولكن يبقى ممكن سمحتي فقط أسيا برك نفتح قوس، كاين الحالة اللي تخلينا نشوفوا باللي في المسرح رانا ندوروا في حلقة مفرغة، هي لجنة التحكيم في آخر يوم للمهرجان تخرج بعدة قرارات توصيات وتقول باللي زعما العام المقبل نديروا تصفيات للعروض اللي تتقدم خلال العام باش نقدموا للجوده تتنافس على جوده بالضبط. نعم. صح نفس الشيء، يعني التوصيات تبقى حبر على ورق وتتعاود هذا العام وبعد. نعم. العام الجاي. إذا محمد شرشال وعديلة وربما كل من يعمل الآن في مختلف المسارح الجهوية والمسرح الوطني وحتى في الجمعيات الخاصة والتعاونيات المسرحية الهاوية، هم ممن آمنوا بأن نشعل الشمعة أحسن من لعني الظلام، إلى أن يعني يكون هناك جديد في ملف المسرح. أشكركما على المشاركة وللحديث شجون، نعود إليه في حلقة الأخت أسيا. نعم. في عجالة. نعم. إذا بينوه بمجهودات المدير المسرح الوطني الجزائري. نعم. الذي فتح لنا الأبواب وكان يعني سندا لنا حقيقة في هذا في 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 إنجاز هذا العمل، إضافة إلى المدير الفني الأستاذ جمال قرمي وكل من ساعدنا، وتحية خاصة لفريق جي بي اس، وأقول لهم تمتعوا بفرحكم، افرحوا لأنكم أنجزتم شيئا تاريخيا للجزائر. نعم. شكرا ومبروك للجزائر بهذا التتويج. وعلى هذا التتويج نختم هذا اللقاء اليوم. جمعة مباركة للجميع، لكل مشاهدي شروق نيوز.